رمضان كريم. بين أهلنا اليوم وحلقة جديدة في أربيل عاصمة كردستان الحبيبة. الجو اللي يخبر والجبال الحلوة وهواي أشياء راح تشوفوها بهولير. طبعاً حيدوري طروقي وسيمة. هلا وسهلا بيك. راح أعطيكم معلومات كالعادة يعني لازم بالنهاية بضخ قوي. اليوم راح نحكي عن مدينة أربيل التي تعد واحدة من أقدم المدن اللي استوطنوها البشر. تقريباً استوطنوا هضاب قلعة أربيل من قبل 5000 سنة، تعاقبت عليها العديد أو 5000 قبل الميلاد بالتحديد. تعاقبت عليها العديد من الحضارات منها الآشورية، البارثية، السلوقية، الساسانية، حتى أيضاً دخلت بها الدول الأموية والعباسية والعثمانية حتى أصبحت جزء من المملكة العراقية عام 1920. عندي غير معلومات. أربيل تعد قبلة وواجهة العراقيين للسياحة صيفاً. الله طبعاً. الدنيا هنا كلها ربيع. درجة الحرارة أعلى شيء أعزائي المشاهدين تصير 25 درجة مئوية. اليوم شنو فقرة ما طقس انواع جوية مو بس هاي اسمع بس دقيقة حتى بالشتاء حلوة مو بس اي صح. وأربيل يكثر بيها الزراعة واهم المنتجات الموجودة هنا الفواكه والحنطة والشعير. اهم شيء اكو اكل. انا عرفت عبالي حيقول مطاعم. لا اكل أربيل كله يخبر. طارق ما لحطك التلفريك وندفك بدل ولا تروح. لا لا حيدر لا نزل للجبال. للجبال وثلج. طبعا ويانا ضيفه حترافقنا على طول الرحله اكيد سيما. كانت ويانا من الموسم الاول. اكيد كنت وياكم الموسم الاول. شرفتينا ونورتينك. انتم نورتوا أربيل. كل الهلا بيكم. رمضان كريم عليكم وان شاء الله راح نكون سوا ونستمتع وعلى قد ما نقدر انه نساعد الناس اللي موجودين. صدق برنامج بين اهلنا يعني يمكن من البرامج اللي اسعد قلوب كثير من الناس يعني اسعد قلوب كثير من العراقيين من شمال للجنوب. فشكرا لكم وكل الهلا بيكم. زور زور بخير بين دورتان كيرزين والزور شيرين الزور جوعنا. احنا جايبينها مترجم انه وتعجب الكردي استاذستان بتعرفي شو هدي هدي يلا قلم يا انا خلي ارفع خلي تايتل ديني انا يلا هذا الختام تجول ولا خاف اقول وين راح تاخذين تقول مفاجاه يلا اخذكم سيلفي واخذكم يلا 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 بس كابكين يلا يعني بس كابكين نبدي يلا, يلا. اوكي يلا خلينا ناخذ سيلفي سيلفي البدايه هذا هلا يلا امشي توجه بس خليني اروح للتلفريك اصعد التلفريك التلفريك